الجزائري من فريق الفتح الرياضي الرباطي. مراد بطل لاعب سابق غزل السوس يستعد فرفانة. هدف أول لصالح فريق الفتح الرياضي الرباطي. جميله لبطنة مراد بطنة. جميله 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 تمريرة مليمترية. كونترول مشى. جميله 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 جميله. يمر يمر
كتضيع له الكره كتسبع عند عناصر فريق الفتح الرباطي. اماميه فرصه لفريق الفتح الرباطي. We'll be right back.
يسلم لمراد باطنة على مستوى الجهة اليمنى، ما كاينش هناك تسلل تمرر للباس العرضية. فرصة مراد باطنة، تمريرة مشات من جديد، فوزير جا اليمنى، محاولة من الباس، فرصة جميلة دا وراسية من مراد باطنة، مشات في هذه الطريقة أمام محاولة الحارس. مسجل الهدف مراد باطنة. هذه محاولة لفائدة فريق الفتح الرباطي، محاولة للفتح الرباطي، محاولة للفتح، وهدف، هدف ثاني. خطأ
وهدف.